أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج رحمة للعالمين تأتيكم عبر قناة المغربية في لندن. قديما تساءل الشاعر الملهم أبو الطيب المتنبي عن العيد فقال: عيد بأي حال عدت يا عيد، بما مضى أم بشيء فيك تجديد. مقاصد العيد ومعانيه محور حديثنا اليوم في رحمة للعالمين. واقع المسلمين في أيام العيد هذه مجموعة فرحانة ومجموعة ليست كذلك. كيف يتعامل المسلمون؟ كيف يشعر المسلمون بفرحة بعضهم وبآلام بعضهم؟ هذا ما سنتناوله في هذه الحصة من رحمة العالمين، فأهلا وسهلا بكم. يأتي العيد على المسلمين بعد طاعة، فعيد الفطر يحل علينا بعد شهر رمضان، وهو شهر الطاعة والعبادة، يتزود المؤمن فيه لعام كامل، فهو بمثابة محطة تعبئة إيمانية يرمم بها المؤمن نفسه ويعيد حساباته لعام ماض، فيستغفر عن الذنوب ويعدل عاداته السيئة. وتكمن الصورة الحقيقية للعيد في الفرح، أن الفرح أو فرح الإنسان مهما كانت ظروف الحياة قاسية أمر واجب. ولكن العيد جاء برسالة راقية عظيمة، جاء ليحيي الإنسان أو في الإنسان رغبة الحياة ويجددها. لذا تجب زيارة الأحياء يوم العيد وليس زيارة الأموات في قبورهم كما يفعل كثير من المسلمين، لأن العيد عنوان للحياة للمستقبل وللأمل. فكيف يجب أن يحيي المسلمون العيد؟ وما هي معانيه ومقاصده؟ وكيف يستفيد المسلم من العيد؟ هذه المعاني وغيرها سنناقشها في رحمة للعالمين، فأهلا وسهلا بكم. إذن للتعليق على هذا الموضوع أرحب بضيفي من ألمانيا، الشيخ الهادي بريك الإمام والداعية. مرحبا بك الشيخ الهادي، شكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. أهلا وسهلا. من الضفة الغربية جنين تحديدا، الباحث في الفكر الإسلامي الشيخ سري سمور. مرحبا بك الشيخ سمور وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة معنا. حياكم الله. لكن للتصحيح، الاسم هو سري أو سري وليس سري، بفتح السين وليس بكسرها. قال الله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا، فأنا سري أو سري ولست سري. سري شيخ سري سمور، أبدأ معك هذا الحديث من جنين من فلسطين في يوم العيد القريب بعد أيام قليلة. حدثنا بداية شيخ حتى يتابع المشاهد كذلك في المنطقة المغاربية، كيف كان رمضان بالنسبة لإخواننا هناك؟ كيف مرت هذه الأيام؟ ما هي أهم فعلا المعاني التي ربما قد تكون برزت أكثر في رمضان هذا، الذي هو بالأكيد أنه رمضان مختلف بكل المعاني عن السنوات الماضية؟ أهلا وسهلا بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بالشيخ
من ألمانيا، وأهلا بحضرتك وطاقم قناة المغاربية وجمهور مشاهديها الكرام، وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. هذا الشهر الكريم مر على فلسطين بحزن وألم، مع أنه مر بسرعة. وأنا في هذه المناسبة قلت كلمة وأقولها في لقاء مع حضرتكم، أن ضياع الأوطان هو ضياع للأديان، ومن لا وطن له لا دين له. ماذا يعني ذلك؟ أخي قبل يومين حصل عندنا اقتحام بمدينة جنين العزيزة، إقامة آليات الاحتلال بتجريف الشوارع وما إلى ذلك، هذا شيء. فلم نذهب إلى صلاة الفجر، القوات الاحتلال مكثت حتى بعد صلاة الفجر. فإذا أنت لا تمتلك وطنك لن تمتلك دينك. هذه نقطة مهمة جدا أحببت أن أشير إليها. مرة شهر رمضان المبارك كما تعرفون، وهناك حرب طاحنة تدور على إخواننا في غزة، ووضعهم بالتأكيد وضع صعب، ما تنقله الشاشات والفضائيات ومواقع الإنترنت ربما يغني عن ما يمكن أن أصفه به، إنما هو وضع مأساوي مزر فيه كل التوحش الغربي تجلى في هذه الحرب، من قتل الأطفال والنساء وتدمير المنشآت وهدم المساجد أيضا في قطاع غزة، هدمت معظم المساجد. عندنا في الضفة الغربية كما قلت لك هناك اجتياحات واقتحامات وتدمير البنى التحتية، ووضع اقتصادي صعب بسبب الإغلاقات وكذا. لا نستطيع أحيانا، يعني قبل أيام أيضا الإمام قال يا إخوان نريد أن نقوم نؤدي صلاة الوتر. لماذا؟ لأن هناك تجمعات لقوات الاحتلال أيضا يقطعون صلاتنا باقتحاماتهم، أو التهديدات باقتحاماتهم أو ما نتوجس منه. ووضع اقتصادي صعب كان على الناس، وحزن يخيم. ونحن يعني عندنا عادة في شهر رمضان أن البيوت تزين بالأضواء اللي تكون فلاشر، يعني زينة رمضان معروفة. الشوارع تكون بلديات والجهات المختصة بوضع فوانيس وغير ذلك. هذا العام هذه المظاهر لم تكن موجودة، ولا السهرات الرمضانية المعروفة. ونستقبل العيد وهناك دعوات أن يقتصر العيد على فنجان القهوة السادة التي تقدم عندنا في بيوتنا. ولا يكون هناك أيضا، إحنا عندنا بنعمل شيء اسمه معمول، هذا عادي فلسطيني في الضفة غزة وكل جهة. الناس بيقولوا السنة ما تعملوا معمول، وهناك تردد حول هذا الأمر. أيضا عندنا شهداء، يعني بيت العزاء خلال شهر رمضان تقريبا لم يغلق في الأيام الماضية بسبب كثرة الشهداء. وأنا عندما أتحدث عن الضفة الغربية أخص جنين، لأن جنين هي التي تشهد الاقتحامات الأكثر وهذه الشهداء الأكثر والمواجهات الأعنف والقصف، هي غزة المصغرة. وهذا ملخص الحال أستاذ، تفضل. شكرا جزيلا لك على وضعنا في صورة كيف مر رمضان على الضفة وعلى فلسطين عموما وعلى جنين خصوصا. طبعا نحن نتابع ونشاهد، لكن ما تذكره وما تشير إليه قد لا يأتي في بعض الأحيان في وسائل الإعلام، أنت على الأرض وعلى الميدان يعني. فنسأل الله أن يوفق وأن يثبت إخواننا في فلسطين وفي كل مكان. شيخ الهادي بريك، أرحب بك مجددا، ونمر للحديث عن العيد هذا الذي ينتظره المسلمون. برغم كل ما أشار إليه الشيخ سري قبل قليل من وضع نعرفه ونتابعه في فلسطين، هل يجب أن يطغى ذلك علينا نحن كمسلمين، بمعنى أن لا تظهر الفرحة في العيد المقبل على المسلمين تضامنا مع إخوانهم، أم أن المسلم لابد أن يوازن بين الفرحة الضرورية في مثل هذه المناسبات وبين عدم نسيان كذلك واقع وظروف إخوانهم في فلسطين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالضيف الكريم من أرض المقاومة من ساحة الوغاء، وأهلا وسهلا بمشاهدي
المغاربية هذه القناة المقاومة وبالأستاذ سمير. الله سبحانه وتعالى حدد لنا ما هو المقصد من إقامة العيد، وذلك في رحم آيات الصيام في سورة البقرة، وذلك عندما قال: ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن نحن نحتفل بالعيد من حيث أننا أمة إسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى هدانا إلى الإسلام بصفة عامة، وهدانا إلى شهر رمضان، وأعاننا على صيامه وقيامه والتكافل مع إخواننا قدر الإمكان. وفرحة المسلم هو أن يكبر، لذلك جاءت صيغة التكبير، وهي صيغة من صيغ الذكر والتسبيح، هي الأكثر في العيدين الفطر والإضحى. لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وهذا المقصد العام عنوانه أكبر. نشكر الله سبحانه وتعالى أن هدانا إلى هذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، وأن أعانا على الصيام، وأن جعلنا متكافلين متعاطفين متضامنين بإذن الله سبحانه وتعالى. فكل هذه المعاني لابد منها. كيف ترجم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حتى عندما هزم في أحد لم يحتفل بالعيد كالعادة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتصر في حروب وهزم في أخرى، فلم يتغير نمط احتفاله بالعيد، وكان المسلمون بمثل ذلك معه ومن بعده صلى الله عليه وسلم. لذلك أخرج الناس، كان دائما يخرج الناس إلى الساحات العامة كما نقول نحن اليوم. لماذا؟ حتى تلتحق به الحائض والنفساء، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليشهدوا الخير. ولذلك العيد هو مهرجان، هو عقاضية كبرى نعبر فيها على فرحتنا، على انتمائنا، على ولائنا، على انتسابنا، على تكافلنا، على وحدتنا، على تضامننا. وهناك كذلك مسائل أخرى لابد منها. العيد هو شعيرة من الشعائر، مثل الأذان ومثل المنابر وما إلى ذلك، فهذه الشعائر يجب أن تعنى بالعكس تماما. عندما نكون مهزومين يجب أن نعلي بشعائرنا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا هم ولماذا رمل في عمرة القضاء، يعني رمل يعني أسرع الخطاة في بعض أشواط الطواف؟ لماذا؟ لأنه سمع كلام المشركين أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أصابهم الهزال، فأراد أن يري من نفسه ومن المسلمين المشركين قوة. لذلك علينا أن نري من أنفسنا لأعدائنا قوة، نحن أقوياء. بل أنا أقول أن هذا العيد هو ثلاثة أعياد أو أربعة أعياد: العيد الشعائري المعروف، والعيد الآخر لأننا انتصرنا. نعم انتصرنا في غزة يا سيدي، نعم انتصار ساحق، انتصار باهر، انتصار كبير. ألا ترون ماذا يقع بين هؤلاء؟ أليس هؤلاء 2 مليار أكثر من المسلمين على مدى شهر كامل في ساعة الإفطار وفي ساعة السحور يدعون اللهم شتت صفهم، اللهم فرق جمعهم، واللهم اجعل بأسهم بينهم جديد، اللهم سلط عليهم من ينتظر سوى العذاب. هذا دعاء سمعه الله سبحانه وتعالى واستجابه. لذلك بعد 6 أشهر تبقى تظل قوى المقاومة سليمة. فهؤلاء الذين زففناهم إلى الله في غزة هؤلاء شهداء، والله سبحانه وتعالى يريد الآخرة، يريد بهم خيرا. ولذلك نحن انتصرنا، نعيد عيد الشعيرة ونعيد لأننا انتصرنا عدو إلى زوال بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ربما سنوات معدودات. شيخ الهادي، أقول لك أعياد أخرى. ابقى معي شيخ الهادي، ابقى معي إن شاء الله التقطع هذا يزول في التواصل معك، في تقطع خفيف يعني. الشيخ سري، طيب برغم هذا الواقع الذي أشرت إليه تبقى سنة العيد الفرحة، هل سنشاهدها اليوم؟ هل فعلا يجب على الفلسطينيين إظهارها؟ لأن إظهارها هو نوع كذلك من التحدي، نوع من القول أن نفوسنا لم تكسر وأننا عزيمتنا كذلك ما زالت صلبة، أليس كذلك؟ نعم أستاذ، ويعني نحن نعيش اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. عادة سلطات الاحتلال تسمح لفئات عمرية معينة بدخول المسجد الأقصى بهذه المناسبة وفي ليلة القدر التي تتزامن إحياء ليلة القدر. طبعا معروف ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، لكن درجة العادة الإسلامية الاحتفال فيها في ليلة 27 من شهر رمضان. هناك أعداد دخلت، لكن ليس من الضفة وغزة إلا غزة في بدخلوش، ليس من الضفة إلا فئات محدودة من يحملون التصاريح. يعني كان من هو في سني
كان يمكن أن يدخل في الأعوام السابقة، الآن ليس معي تصريح الدخول، والتصريح لا تعطى إلا لأعداد قليلة وبشروط صعبة. فحتى هذا الأمر أيضا يعني في سياق حديث نكدوا علينا عبادتنا في المسجد الأقصى وحيلة القدر هناك. الفلسطيني أستاذ تعود أن يعيش مع مختلف الظروف وأن يصنع لنفسه فرحا، وبهذه المناسبة أنا اسمح لي أن أتحدث عن تجربة شخصية لي. أنا اعتقلت عند سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 2009 عدة أشهر، تزامن أن فترة التحقيق كانت في الزنازين وتكون في زنزانة وحدك أو معك معتقل آخر في شهر رمضان، اعتقلت في 10 رمضان، فمكثت 43 يوم. فإذا جاء العيد أبلغنا السجلون أن هناك عيد عشان ما انصمش، عادي يعني مؤلم أنك بعيد عن أهلك وكذا. فعندما انتقلت إلى السجن احتفلنا بعيد الأضحى، أقمنا الصلاة في ساحة السجن يسمح لنا، طبعا كان يسمح وقتها، وخطب أحد الإخوة وهو خطيب مسجد فينا خطبة، وقال يعني مقولة تنسب لأحد آل البيت عندما جيء له برأس ابنه، قال: لقد مضى من سعادتنا مدة، من سعادتكم مدة، ومن بؤسنا مدة، فعند الله معادنا. أي مضى من فترة السجن ما مضى، ومن فترة الإدلال هذه ما مضى وسيكون. فبعد ذلك عندما عدنا إلى غرفة السجن شغلنا الأناشيد واحتفلنا وصنعنا بعض الحلويات مما هو متاح. فالفلسطيني حتى، أنا ضربت هذا المثال، حتى في هذا الظرف الصعب وأنت نعم. بعيد عن أهلك وعن زوجتك وعن أولادك وعن أمك وعن كذا، تستطيع أن تصنع لنفسك الفرح. اعتاد الفلسطيني أن يصنع كما يقال من الليمون شرابا حلوا، فمن مأساته يصنع الفرح. الفلسطيني يعني بعض الفلسطينيين يتبادلون التهاني، وقد يشترون الحلوى ويصنعونها بعضهم، ولكن أيضا سيذهبون إلى مقابر الشهداء لقراءة الفاتحة ولتجديد العهد، وسيزورون بيوت ذوي الشهداء في منازلهم وذوي الأسرى للشد على أيديهم. ويمزج الفلسطيني، اعتاد أن يمزج بين الشعائر، وسيصلون العيد طبعا شيء طبيعي ويكبرون، نعم، يمزج ما بين الشعيرة الدينية بالتزامن مع ظرفه الخاص الذي يحياه من احتلال ومآسب. يعني الفلسطيني يقول بلسان الحال لم يكن بلسان المقال: هذه حياة طويلة وهذا احتلال طال أمده، فعلينا أن نقهره أو أن نتحداه حتى في أمور بسيطة أو أمور كذا. لا نستطيع أن نبقى حبيسي أحزاننا، نغلق علينا بيوتنا ونبكي ونلطم ونندب حظنا. يجب أن نمارس قدر الإمكان حياتنا بشكل طبيعي في فلسطين المحتلة وفي واقعها. فالفلسطيني يصنع، يحاول صناعة البهجة والفرح، ويؤدي شعائر الله بالتكبير والصلاة وزيارة ذوي الأرحام وغير ذلك. لكن هناك يعني كان عندنا إن شاء الله نتحل هذه الأيام موضوع المجاعة في غزة. يعني في شهر رمضان الحالي نحن في عندنا عادة وهي موجودة عندكم أكيد في المغرب العربي، وهي أن ذوي الأرحام يدعون بعضهم، خاصة السيدات، إحنا بنسميهن الولاية، يعني أختك عمتك خالتك، تدعوها إلى الإفطار عندك في البيت كنوع من صلة الرحم في هذا الشهر الكريم. هذه الولائم الرمضانية في هذا الشهر تقلصت إلى حد كبير لا يقل، يعني ده مش 90% 95%. لماذا؟ واستبدلت بشيء آخر ربما بهدية أو كذا، لأنه أصبح الفلسطيني يحجر عندما أنا أرى قطايب الطعام مفروضة على مائدتي، وأخي في غزة لا يجد قوت يومه، ويعني يعاني أطفالهم من سوء التغذية ويموتون جوعاً. لكن إن شاء الله هذه الأيام وقريبا، وهذا إن شاء الله نحن نختم شهر رمضان كما قال أخونا الشيخ بريك الهادي بريك بنصر إن شاء الله، ستدخل شاحنات الغذاء إلى أهلنا في غزة، والمساعدات ستدخل رغم أنف الاحتلال. السيد الأمريكي أمرهم بعد أن رأى أنهم هزموا ولا يستطيعون تحقيق شيء، وأن الأمور ستنفجر أكثر، وسيطعم الله إن شاء الله أهل غزة من جوع ويؤمنهم من خوف، وإن شاء الله هم الآن يعيشون في خيام ومراكز إيواء، ستبنى لهم بيوت أفضل وأجمل وأكبر إن شاء الله من التي هدمت. وهذا ليس كلاما مجازيا وشعاراتيا، بل هكذا هي سنن الحياة وسنن الأشياء. فإجابة باختصار عن سؤالك السيدي ملخصها: الفلسطيني يصنع الفرحة، يصنع من الليمون شرابا حلوا،
يقوم بتأدية شعائره الدينية وواجباته الاجتماعية وينتزع الفرح انتزاعا من هذا الاحتلال. جيد. رغم أن نعم تفضل. سيجعل الله بعد عسر يسرا. شيخ الهادي، بصفة عامة حتى نوسع المجال نتحدث على كل المسلمين، ما هي أهم المقاصد التي على المسلم وهو يعيد أن تكون حاضرة في ذهنه؟ لأنه العيد وشعائره هو نوع من العبادة في نهاية الأمر، والعبادة بالأكيد لها مقاصد سواء ذاتية أو متعدية. ما هي أهم هذه المقاصد، أهم هذه الأفكار والمعاني التي لابد أن تكون حاضرة لدى المسلم وهو يقيم شعيرة العيد؟ المقصد الأول كما قلت حدده الله سبحانه وهو الشكران، شكران الأفئدة والقلوب والمهج أن الله اصطفانا إلى هذا الدين، وأنه أعان على صيام رمضان، وأننا أمة واحدة، شعائرنا واحدة، وعبادتنا واحدة، وأعيادنا واحدة. في هذه الأيام يجب أن يحقن كل واحد منا، أطفالنا وشبابنا ونساؤنا ونحن، يجب أن نحقن حقنا عجيبا بأننا أبناء أمة، أعضاء في هذه الأمة، أن الذي يقع في غزة هو يقع فينا نحن عندما نعيد في يوم واحد وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى إنهاء هذه الشعيرة. هذا يعني أننا أمة واحدة، رغم معاهدات سايكس بيكو ووعد بلفور وما تخططه الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم هذا العدو ورغم كل شيء، نحن أمة واحدة. هذا مقصد يعني إحياء الصف الواحد. حتى نحن متنوعون، نحن متنوعون تنوعا عجيبا، يعني وهذه إرادة ربانية، ولكن يجب أن نبقى أمة واحدة. هذه مناسبة نري الله فيها سبحانه من أنفسنا أننا أمة واحدة. كذلك من المقاصد أن نربي أبناءنا وبناتنا على هذا الاحتفال، وأن نهدي لهم شيء. أنا كنت أقول في خطبة الجمعة قبل قليل، وهذا دائما أقوله للأولياء للآباء والأمهات، فرض عين أن تهدي لابنك وابنتك خاصة دون 15 و16 هدية، لأن أولاد المسيحيين واليهود يعني عندهم ما شاء الله من الأعياد، ويتفخرون بأعيادهم ويهدونهم أباءهم، ولذلك الابن المسلم يشعر أنه ابن أمة، وأنه عنده أعياد وعنده فرح وعنده مسرات وعنده مهرجانات وعنده عطاغيات، وأنه يتلقى هدايا، حتى لا يرتسم في ذهنه أن الإسلام دين البؤس والكآبة والحزن وما إلى ذلك. فهذا نورثه لأجيالنا. هذا مقصد آخر. لماذا نبني المساجد؟ لماذا نعمل المنارات كما يقول؟ لماذا الأذان؟ هذه شعائر. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت قبل قليل أبى إلا أن يصليها استعراضيا خارج المسجد. لماذا؟ حتى يري الناس أننا هذه هي عباداتنا، ممتزرة فيها السجود والفرحة والتهاني وما إلى ذلك. هذا دين نورثه لأبنائنا لبناتنا، هذا أثر قافلة كبيرة لا تنقطع بإذن الله سبحانه وتعالى. والمقصد الأسنى الذي ينضاف في هذا العام كما ذكر الضيف الكريم من أرض الإسراء والمعراج، هو أننا يجب أن نبالغ في أظهار الفرح والسرور حتى ولو كانت تسكننا أحزان. نعم نحن حزنا على هؤلاء الموتى، ولكنهم ليسوا موتى، هم مرابطون، هم شهداء بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أراد لهم الآخرة. يجب أن نحتفل، يجب أن نحتفل احتفالا يعني عظيما هذه السنة، احتفالا بنصر غزة حررتنا، غزة حررتنا من ورقة التوت التي يخفي وراها الأمريكي والأوروبي عورته. سقطت شعارات الحقوق وشعارات الديمقراطية والكذب الزائف، سقطت. من أسقطها؟ غزة ومقاومة غزة. يجب أن نحتفل بهذا وأن يؤكد الخطباء على هذا. غزة كذلك أهدتنا شيئا آخر، وهي أسقطت ورقة التوت على الدولة العربية التابعة المتصهينة. هذا نصر آخر. أنا أشعر في هذا العيد أنني أعيد مرتين أو ثلاث أو أربعة، كميات كبيرة من الفرحة والسرور. وهؤلاء الذين فقدناهم سنلتقي بهم بإذن الله سبحانه وتعالى في الجنة. هؤلاء هم شفعاؤنا، هؤلاء هم الذين أفضوا إلى جنة النعيم، هؤلاء هم الذين يحكون ما حكاه شهداء أحد
عندما أبلغ الله إلينا شعورهم يعني وقولهم يعني في سورة آل عمران. لذلك عيدنا هذا يجب أن يكون عيدا مختلفا تمام الاختلاف. وكما قلت قبل قليل أنا مقتنع أن غزة انتصرت، أن المقاومة انتصرت يا حبيبي. بعد 6 شهور كاملة لم يصل المقاوم وما زالت تضرب وتدك، فهذا نصر كبير، هذا نصر، هذا بدر جديد بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخ ساري، نوسع المعاني ونبحث عن المقاصد التي فعلا من وراء هذا العيد. ما هي برأيك أهم المقاصد الاجتماعية للعيد سواء هذا أو الذي يأتي، ولكن خلينا في شهر رمضان وفي عيد الفطر، ما هي المقاصد المجتمعية التي لابد أن ينتبه إليها المسلمون ويركز عليها ويظهروها للمسلمين ولغير المسلمين كذلك؟ نعم، أنا أثني وأؤكد على ما قاله فضيلة الشيخ ضيفنا في الجانب الآخر من ألمانيا الشيخ الهادي البريك حفظه الله، مما أشار له من نقاط مهمة. بالنسبة للجانب الاجتماعي، العيد يعني هو مناسبة اجتماعية يعني كما أنه عفوا مناسبة دينية، لأننا الخروج من عبادة صوم رمضان نخرج بعيد بصلاة وباحتفال، أيضا هو مناسبة اجتماعية. هذه المناسبة الاجتماعية تتجلى في أمور عدة. هناك يعني زيارة أولي الأرحام، زيارة الجيران، التهنئة عبر الوسائل هذه الحديثة وغيرها، أيضا التواصل كما حكى يعني أخونا فضيلة الشيخ مع الأطفال، لأنه إحنا طول عمرنا بنقول أو لما كبرنا صرنا نقول العيد للصغار مش إلنا. يعني أنا شعوري بالفرح والبهجة عندما كنت طفلا بالعيد أكثر. الآن ليش؟ لأنني كبرت وأصبحت لدي مسؤوليات وكذا، وأصبحت أدرك يعني أن هناك جانب تعبدي وشاعري فقط يعني غير ذلك. لكن عندما كنا أطفال كنا عندما نشتري الملابس الصغيرة ننام وهي في أحضاننا صغار، ونقول حتى كان عندنا كلمة أنا في عندنا في المخيم عندما نتوجه صباحا إلى المراجيح نقول يسألون وين رايحين، كلهم رايحين على العيد. ما المقصود رايحين على العيد؟ شو العيد؟ العيد هل هو مكان؟ العيد يعني مناسبة ليست مكان. كنا نقصد بها يعني ساحة مكان معين فيه مراجيح، فيه ألعاب، فيه بعض الأشياء التي تباع من المأكولات والحلويات وغير ذلك، يعني للأطفال فقط مخصصة. فكانت فرحتنا كبيرة، يعني فرحة الطفل بالعيد فرحة كبيرة. لذلك يعني هذا يعني لنستغل هذه المناسبة لإدخال الفرحة على من بقي من أطفالنا، وهم كثر أيضا، استشهد كثير من أطفال، لكن بقي كثير من أطفال الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم وعائلاتهم وبيوتهم في قطاع غزة. وهناك مبادرات يعني جميلة أنا رأيتها، يعني بعض الفيديوهات من أطفال يقيمون عندكم في أوروبا، يرسلون المسلمين طبعا يرسلون تحيات لأطفال في غزة فيردوا عليهم هذا وهذا. يعني هذا تواصل جميل، هذا تواصل رائع لمن فقد أصبح يتيما وفقد أهله وبيته، أن نحاول أن يعني نزرع في قلبه ابتسامة في هذا اليوم. فالبعد الاجتماعي في الأعياد حاضر ومهم ومركزي عند المسلمين، وهو لا ينفك بالمناسبة عن البعد الديني، لأن دين وهو دين صلة الرحم. وقيل أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الرحم اشتق اسمها من اسمه، وقال وصل الله من وصلها وقطع الله من قطعها. والتواصل الاجتماعي عندنا في فلسطين كما قلت لك يمتد إلى عوائل الأسرى، وهي عادة على فكرة بالمناسبة عندنا هذا من الانتفاضة الأولى، عوائل الأسرى وعوائل الشهداء والجرحى حيث يقوم بزيارتهم. وهم يعني أحيانا نلتقي بهم عند قبور الشهداء ونتبادل معهم التحية والتهنئة وغير ذلك، وأحيانا وأيضا يزارون في بيوتهم ودواوين عائلاتهم، ليس لتجديد الحزن كما يفهم البعض. يعني هو تجديد الحزن أنا أفهم دينيا منهي عنه، يعني إذا يعني
اول عيد بيقول لك للميت او للشهيد او لكذا بيفتحوا البيت، لا لا، تجديد الحزن الشرع لا يجوز، هو نوع من التضامن، نوع من شد الازر، نوع من القول انك لست يا ابن الشهيد، يا اخ الشهيد، يا والد الشهيد، يا ذوي الشهداء جميعا، لستم وحدكم، الأمة بأسرها معكم، ونحن مندوبون عن هذه الأمة في زيارتكم والتواصل معكم وشرب قهوتكم وأكل تمركم. نعم شيخ الهادي، خلينا نبقى في المعنى الاجتماعي. نعم. معنى التضامن، الذي هناك مناسبات طبعا فيها التضامن أكثر من مناسبات أخرى، شهر رمضان هو مناسبة للتضامن الاجتماعي، العيد كذلك هو مناسبة، ما هي المجالات التي لابد على المسلم أن ينتبه إليها لكي ويأتيها طبعا حتى يحقق هذا المعنى الواسع للتضامن؟ المجتمع المسلم فيه الغني وفيه الفقير، فيه الميسور وفيه المعدوم، كيف يجب أن نوازن أو يوازن المسلم بين هذه الفئات وهذه المستويات المعيشية حتى يكون العيد فعلا فرحة للجميع وليس مقتصرا على من بوسعه فعل ذلك؟ الشريعة الإسلامية تحسبت لذلك، ولذلك فرضت علينا زكاة الفطر التي أفتى الحناف عليهم الرحمة والرضوان إخراجها، طبعا هي دائما مدار ومصلحة الفقير قبل رمضان حتى في أسابيع وشهور، والشافعية من الأيام الأولى من رمضان. لذلك ما معنى زكاة الفطر؟ زكاة الفطر هي رمز للتكافل والتعاون والتضامن، وأننا أمة واحدة على المستوى المالي والمادي. لذلك لو أخرجت الأمة زكاة فطرها وفي الزمان المناسب وفي المكان المناسب، وأظن أن أهل غزة في هذا العام هم أحق بها وأولى وأجدر شرقا وغربا، أظن لو التزمنا هذا أحيينا العيد وكلنا أغنياء كلنا فرحون وكلنا مسرور باذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحد الادنى، ولكن هناك كذلك التهادي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، وكذلك صله الارحام كما قال الضيف الكريم من ارض الاسراء والمعراج، والتزاور والتحابب والتكافل، فكل هذا يرأب صدعنا باذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك في المصلي يلتقي الصوفي مع السلف والإخوان مع التحرير والتبليغ مع وما إلى ذلك، فنكون أمة واحدة وننسى خلافاتنا الجوهرية التي مزقتنا شذر مضر كما يقال. فهذا العيد هو مناسبة للالتحام وخاصة صلة الأرحام، لأن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نكون أمة واحدة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رحم الله الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما بين عندهم مما تقاسموا بسوية، فأنا منهم وأنا مني. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن تكون الأمة واحدة فإنه بدأ بالأساس الأول باللبنات الأولى مع أبيك وأمك وأختك وأختك وجارك ورحمك، وهكذا تتوسع ثم في الحي ثم في القرية ثم في المدينة. فالمعنى الاجتماعي معنى مهم جدا، وكما تحسبته الشريعة بزكاة الفطر، ولكن زكاة الفطر هذا هو الحد الأدنى. لذلك العيد هو مناسبة لرأب صدعنا ولشد أزرنا، وقوتنا قوة اجتماعية، للأمة عندها مجموعة من القوى، من أكبر قوى هي القوة الاجتماعية، حتى نري أنفسنا ونري عدونا مرة أخرى أننا أمة واحدة، أن أمة واحدة يسعى بذمتنا أدنانا ونحن يدن على من سوانا، وأنه مهما قصف ومهما قتل هذا شيء يعني مجبور بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الأمة خلقت لتبقى، بل آتي هم خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون في خدمة البشرية. كنت خير أمة أخرى للناس جميعا، تهدونهم وتوضقون عليهم وما إلى ذلك. فهذا الوعد الاجتماعي مهم جدا، وكذلك التهادي، وخاصة كما ذكرت وذكر ضيفك الكريم من الأرض الإسرائيلية من العالم، الأطفال أهم شيء كما قال هو أن يكون عيد الأطفال الذين لا يعرفون الأحزان، وما يجب أن يعرفوا الأحزان. هذا الطفل هو الذي سيرفع لواء التحرر والكرامة والعدالة والأمة الواحدة ومع ذلك بعد سنوات وبعد عقود. فالبعد الاجتماعي في هذا العيد مقصود دون شك. الشيخ ساري، فيما يتعلق بإشارة وردت في كلام قبل قليل، العيد للأحياء وليس للأموات، وأنه لابد أن تستمر الحياة
برغم وجود مثل هذه المآسي. البعض يتحدث أو يستغرب أو يسأل، دعنا نقول، كيف نفرح وإخواننا في غزة يحصل فيهم ما يحصل وفي الضفة وما إلى ذلك. سؤال طبعا مشروع، أنت في كلامك أتيت على تقريبا الإجابة فيه، لكن أنا أود أن نقف عنده مرة أخرى لتتوضح الصورة عند إخواننا، وأن الفرح ليس لا يعني يعني السرور بما يحصل هناك، الفرح مطلوب كما أن استحضار مآسي المظلومين والمقهورين كذلك هو مطلوب في مثل هذه المناسبات. نعم أستاذ، هذا السؤال مهم، وهي حالة يعني نحن في الضفة نستشعرها أيضا، ودوما يعني عندما يعني أنا أقول لأولادي الصغار، الكبار يعني يفهمون الواقع ويتابعوا الأخبار، يعني ابن الصغير أقول له أنت الآن هذا الأكل بتأكله أهل غزة، فأصبح يدرك ذلك ويتابع أيضا، يفهم الأخبار، يفهم ماذا يجري. هذا الكلام ينسحب على كل الأمة الإسلامية في خارج فلسطين. أنت على مائدة الإفطار أشر لابن أن هناك من يصوم ويفطر على الماء الملوث ربما، ولا يجد كذا إلا بأسعار كذا وأسعار كذا، وهو في قيمة وإلى آخره. الآن وفي العيد ليحتفل، لا يحرم مسلم ابنه من هدية العيد ومن الفرح ومن النزهة ومن كل ما اعتاد عليه بالعيد، مع تذكير له في كل خطوة بما يجري في غزة ومأساة غزة. لماذا؟ لأنه كما شيخنا قال، هؤلاء الأطفال هم الذين ستبنى عليهم مستقبل الأمة، يعني نحن يعني أخذناها عن أبائنا وسنورثها لأولادنا. فيجب أن يكون هذا عنده توازن نفسي، من جهة يفرح ويصر بهديته، ومن جهة يعرف يدرك، وإن كان يعني هذا في المستقبل سيتفجر وعيه بذلك، يعني ينغرس في عقله ما هو صغير أن هناك طفل مسلم مثله تيتم، قتل الأعداء الصهاينة والده والدته ودمروا بيته، هو طفل في عمره وأخوه المسلم محروم من الفرحة أو فرحته منقوصة. فالجمع بين هذين الأمرين أيضا. لكن هناك مظاهر في العالم الإسلامي لا تليق حتى لا في عيد ولا غير عيد في ظل مأساة غزة. لا. يعني هو مش عشان عيد، أنا أعمل حفلات راقصة وحفلات أغاني ومهرجانات وابتهاج وبعض القنوات الفضائية كأنه في شيء. هذا كلام، أنا لست مفتيا، لست في موقع الإفتاء، لكن لا أراه يليق بأمة قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر أو بالحمى والسهر. يعني نحن عندما نرى الأطفال في غزة يقتلون ويجوعون، أقول لك أنا أجوع، لا أنا مش كاين لك الجوع، لكن اقتصد في نفقتك. نعم. واقتصد في فقرك، يعني اذهب إلى المسجد، صل أرحامك، تشتري لابنك هدية، لكن لا تعمل لها، يعني تروح في بعض العائلات بروحوا على مكان وبصالات ومش عارف شو، وبيعملوا أغاني وبيعملوا طرب وبيعملوا مش عارف. يعني الاقتصاد في النفقات في هذا العيد مطلوب ذوقا وشعورا وتضامنا مع أهل غزة، واجعل لغزة نصيبا من عيدك، سواء بالتبرع، سواء إذا كان في عندك وقفة في ذلك، سواء إذا كنت أنت خطيب مسجد كأخونا مثلا الشيخ كذا في ألمانيا يشير في خطوة الجمعة إلى ما يجري في غزة، سواء أنت كنت سيدة بيت أنت تزورين صديقاتك اذكري غزة، الأطفال كلنا إحنا بنذكرهم وهكذا. أما أن نحرم الناس من فرح، لا يطلب، حتى أهل غزة لم يطلبوا أن لا يفرح أهل المسلمون في العالم، لأن هذه أيام متداولة والأمة الإسلامية تعيش مآسي متكررة، يعني مأساة كانت في أفغانستان أيام ومأساة كانت في العراق، مأساة البوسنة وكشمير وإلى آخره، والآن طبعا فلسطين الأهم هي القضية المركزية. لا نريد أن نبقى الأمة في حزن وفي كآبة وفي بؤس، لا، لكن أن نقتصد في ظل المأساة، في ظل عدم توقف الحرب، أن نقتصد في فرحنا وأن لا نظهر الفرح وكأن شيئا لا يحدث. هناك من يفعل ذلك للأسف، هناك من يبتهج. نعم. هناك يعني يزيد في البهجة، هناك من يذهب إلى الاستجمام وكأن شيئا لم يكن. يا أخي اجعل عيدك هذا، إذا كان عندك 5 مظاهر لإعلان الفرحك بالعيد، اجعلها 3 مظاهر، لا أريد أن يكون مظاهرين، يكفينا ذلك منك. نعم. هذا هو شيخ الهادي، مع كل أسف الأمة
المسلمة يعني ليس فقط في غزة تعيش هذه الوضعية المأساوية إن صحت العبارة، هناك حتى مناطق أخرى في العالم فيها عدد من المسلمين كذلك يعيشون، خذ مغاربيا على سبيل المثال، اليوم في الجزائر فيه عشرات من المعتقلين السياسيين اعتقلوا فقط لأنهم أرادوا أن يتحدثوا بحرية، أرادوا أن يعبروا عن مواقف معينة، أن يطالبوا بأشياء معينة حتى من السلطة فاعتقلوا. تونس كذلك هناك عدد من المعتقلين السياسيين تجاوز السنة وهم في السجن بدون محاكمات في هذه الفترة، وهؤلاء لهم عائلات ولهم أبناء ولهم أهل وذويهم. يعني ما الكلام الذي يمكن أن يقال لعائلات وذوي هؤلاء المظلومين في هذه السجون؟ ما هي الرسالة التي يجب أن تصل كذلك إلى الحكام وهم يحولون دون الآباء وأبنائهم من أن يفرحوا معا في مثل هذه المناسبات؟ أما كلمة الحكام فإني يائس منهم يأسا لا أم فيه، والحمد لله أن قيض الله لنا رجال كفار أقصى حتى فضحوهم، أدعو عليهم صباح مساء أخذلهم كما خذلونا. هؤلاء بإذن الله سبحانه وتعالى رحيلهم مؤجل إلى أجر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا خطاب لي معهم ولا تواصل لي معهم إلا الدعاء عليهم بالشنار والدمار والعار. هؤلاء خذلون الشيخ الهادي، ليش ما ندعوهمش بالهداية؟ مزقونا وهذه لا 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 لا، الصهاينة لا أدعو لهم بالهداية. كل من يدعم كما قلتها منذ انبلاج هذا الطوفان، صديق طوفان أقصى دليل صديقي وطوفان أقصى عدوي، صديق المقاومة صديقي وعدو المقاومة عدوي، وصديق الربيع العربي صديقي وعدو الربيع العربي عدوي، وصديق الحرية صديقي وعدو الحرية عدوي. هؤلاء اكتشفنا أنهم صهاينة أكثر من الصهاينة. هؤلاء لا ادعو عليهم، لا ادعو لهم ابدا. هؤلاء ادعو عليهم طبعا دائما دون تعميم شيخ الهادي، صح؟ دائما دون تعميم، يعني هناك البعض الذي ما زال نبضه قريب من نبض طبعا الأمة. دون تعميم ولكن هؤلاء الذين حكيت انتم عنهم رويت عنهم استاذ سمير في الجزائر وفي تونس، هذا الرجل انقلب على اول تجربه ديمقراطيه في تونس وانقلب على الثورة، الآن في تونس رئيس البرلمان المنتخب لأول مرة منذ 50 سنة هو المسجون وعدد من إخوانه المناظرين. ذلك كلمتي للحكام سحتا سحتا سحقا سحقا، والحمد لله كما قلت أن قيض الله لنا غزة حتى كشفت عنكم ورقة التوت، والثورة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكلمتي لإخواني وأخواتي من الشعوب العربية ولذلك كلمتي لهؤلاء ان نبادر بزيارتهم قبل العيد ويوم العيد وبعد العيد، ونحتضن ابنائهم ونهديهم الهديه لابناء هؤلاء حول من ابائنا، واحتضان زوجاتهم والفرح معهم وما الى ذلك. ما يجب ان نتركهم فرادى في هذا العيد، ويجب ان نزور بطبيعه الحال، هذا ممنوع، ان نزور للمساجين وان نتواصل معهم بقدر الامكان، وقبل ذلك أن نكتب وأن نتكلم وأن لا نخاف بالله سبحانه وتعالى لوم تلائم. فهؤلاء وهؤلاء إخواننا، وهؤلاء يؤدون الضريبة بالنيابة عنا، كما أن طوفان الأقصى يؤدي الضريبة بالنيابة عن 2.1 مليار من الأمة وهو الدافع عن القدس، كذلك هؤلاء في الجزائر وفي تونس وفي مصر يؤدون الضريبة حتى يستأنف الربيع العربي مساره، وحتى تستأنف التجربة الديمقراطية ومسارها بإذن الله سبحانه وتعالى، والمجد للحرية والمجد للإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. رسالتك شيخ ساري للأمة في هذا العيد، ماذا تقول لهم؟ اللهم صل على سيدنا محمد. أقول لكم أي إخواني، نحبكم رغم رؤيتنا لخذلانكم، وما يصدر عنا لا يعمم عليكم. نعلم أن هناك أنظمة متواطئة أو عاجزة تمنعكم من نصرتنا، ولكن اعلموا أننا خط الدفاع الأول عنكم، والله وتعالى الله
هذا على وسائل إعلام أخرى أنه لولا صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني لأقيمت دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل ولا أصبح بقية الدول العربية والإسلامية عبيدا عند المحفل السوري. نحن اليهود الصهاينة قدموا لنا رشاوى كثيرة كي نتعايش مع الاحتلال كي يكملوا شعب صغير ما بتفرق معهم يعني عايشون برفاهية، لكن نحن اخترنا طريق درب ذات الشوكة ولطالما حملنا هم الأمة. بكينا عند احتلال العراق وبكينا أيضا عند احتلال الكويت من العراق حتى لا يفهمنا الخطأ. بكينا من الحرب العراقية الإيرانية وبكينا عندما وغضبنا من تدخلات إيرانية هنا وهناك وبكينا عندما إسرائيل تقصف إيران. هكذا نحن كما قال شيخنا نحن مع من هو مع الأقصى نحن معه، نحن مع إيران في حربها مع إسرائيل لكن نختلف معها في قضايا أخرى ولا نسويها بالصهيون. نحن مع تركيا إذا كانت ضد إسرائيل، نحن أي نظام. وأنا أقولها إن أي نظام مهما كان عتى وتجبر ومهما أساء لشعبه، وهذا كثير موجود أسف، والأخ ذكر أخونا الدكتور راشد الغنوشي الذي لطالما نصر القضية الفلسطينية وهو رجل ثمانيني يقبع في السجن ومكانه هو جلسات العلم والفكر ومنابرها أو بيته وليس سجنا، يعني لعن الله الظلم والظالمين. إن أي زعيم عربي يبدي تضامنا حقيقيا مع الشعب الفلسطيني أنا أضمن له أنه أن شعبه سيغفر له خطيئاته وسيئاته وسيتجاوز عنها وعند الله سبحانه وتعالى لست لا أريد التألي على الله حتى عند الله هذه مهمة وكبيرة. فقفوا مع فلسطين، كونوا مع فلسطين واجعلوا فلسطين تكفيرا لخطاياكم ولا تجعلوها خطيئتكم المتجددة المستمرة. وتقبل الله منكم صيامكم وعيد فطر مبارك، تذكرونا وادعمونا بما تستطيعون من دعاء من مسيرات من فضل او صدقه، والله سبحانه وتعالى سيجزيكم في الاخره وسترون نتيجه هذا ايضا في الدنيا قبل الاخره ايضا. نعم بارك الله. شكرا شيخ سليم. الشيخ الهادي نختم معك برساله للشعوب العربيه والمسلمه بمناسبه هذا العيد. يعني أقول لإخواني وأخواتي في الشعوب العربية والإسلامية العيد عيد انتصار غزة، عيد انتصار المقاومة، عيد انتصار طوفان الأقصى، وامتلئوا أملا واملأوا الناس أملا ولا تقنطوهم من فضل الله سبحانه وتعالى. وكما قلت قبل قليل نعيد شكرانا لله وتكبيرا ونعيد لأن الله من علينا بالنصر بإذن الله سبحانه وتعالى بطوفان الأقصى، وبإذن الله سبحانه وتعالى النصر القادم والنصر الآب بإذن الله سبحانه وتعالى، والمستقبل للإسلام والمستقبل للحرية بإذن الله سبحانه وتعالى، وسحتا وسحقا للصهاينة ولمن يعز. طيب شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين الشيخ الهادي بريك الإمام والداعي من ألمانيا والشيخ سري سمور الباحث في الفكر الإسلامي كذلك من جنين في فلسطين. شكرا لكما والشكر لكم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة. آخر رحمة للعالمين في شهر رمضان، بعد ذلك الأسبوع المقبل رحمة العالمين تعود في موضوع آخر، فلم يبقى لنا إلا أن نبارك لكم هذا العيد بعد أيام قليلة. نسأل الله تعالى أن يدخله بالبهجة والفرحة والسرور عليكم وعلى عائلاتكم وأبنائكم وأطفالكم، ونسأل الله أن يتقبل منا كذلك الصيام والقيام وصالح الأعمال. إلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.